السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي، ومع حصة جديدة ودرس جديد من دروس مادة اللغة العربية المقدمة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني. درسنا اليوم بعنوان النعت. في نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون التلميذ قادرا على أن المطلوب من حضرتك أنك تعرف النعت، تستخدم النعت في الحديث والكتابة، تقوم بإعراب النعت. يعني إيه نعت؟ هنعرف النعت. النعت هو تابع يذكر بعد المنعوت ليبين صفة من صفاته. التوابع في اللغة العربية يا أبنائي دول أربع أنواع. هندرس أول نوع منهم اللي هو النعت. النعت ده تابع. ما معنى تابع يا مستر؟ تابع أي يعرب حسب إعراب مدبوعه. يعني إيه برضو؟ يعني إذا كان مدبوعه مرفوع فالنعت أيضا سيكون مرفوع. إذا كان مدبوعه منصوب فالنعت أيضا هيكون منصوب. إذا كان مدبوعه مجرور فالنعت أيضا هيكون مجرور يا ابني. يبقى معنى كلمة تابع أنه يتأثر بإعراب مدبوعه. فإن كان مدبوعه مرفوع فهو مرفوع، وإن كان مدبوعه منصوب فهو منصوب، وإن كان مدبوعه مجرور فهو مجرور. يبقى النعت ده إيه يا أولاد؟ النعت ده تابع يذكر بعد المنعوت. ما يسبق النعت اسمه إيه؟ اسمه منعوت. هنعرف إيه موضوع المنعوت ده. النعت ده يجب أن يبين، أهلاً وسهلاً يا أحمد ممدوح، يجب أن يبين صفة من صفات المنعوت. النعت ده لازم يبين صفة من صفات المنعوت. النعت يتبع المنعوت فيه. النعت ده يا أولاد لازم يتبع المنعوت في أشياء معينة. إيه هي؟ رقم واحد، النعت يتبع المنعوت في الإعراب يا أبنائي. النعت ده بيتبع المنعوت في إيه يا شباب؟ النعت ده بيتبع المنعوت في الإعراب، بيتبع المنعوت في الإعراب يا مارولا. ممتازة يا مارولا. يبقى النعت بيتبع المنعوت في الإعراب، دي أول حاجة. تاني حاجة، يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. النعت يتبع المنعوت في النوع إذا كان مذكر أو مؤنث. النعت يتبع المنعوت في العدد. يعني إيه يا مستر النعت بيتبع المنعوت في الإعراب؟ إذا كان المنعوت مرفوع فالنعت تابع يتبعه في الرفع. وإذا كان المنعوت منصوب يا أبنائي فهتلاقي إن النعت تابع بيتبعه في النصب، وإذا كان المنعوت مجرور فهتلاقي إن النعت تابع بيتبعه فين؟ في الجر. النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. فإن كان المنعوت معرفة يجب أن يكون النعت معرفة، وإن كان المنعوت نكرة لازم يكون النعت نكرة يا أولاد. يتبعه في النوع أيضا، في التذكير والتأنيث. إذا كان المنعوت مذكر فالنعت يجب أن يكون مذكر، وإذا كان المنعوت مؤنث فيجب أن يكون المنعوت مؤنث. أيضا يتبعه في العدد. فإن كان العدد مفرد فالنعت يكون مفرد، وإن كان العدد مثنى فالمنعوت يجب أن يكون مثنى، وإن كان جمع فيجب أن يكون جمع. اقرأ وتأمل. تعالوا مع بعض نشوف المثال ده يا أولاد. الكون العظيم خلقه الله لنعمر. نلاحظ كلمة الكون هنا، تعالوا نبص عليها أهي. الكون دي أو الكون دي يا أولاد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. طب ما دي إحنا عارفينها يا مستر. هقول لك بس خلي بالك ده منعوت. ليه؟ لأن جه بعده نعت أهو. طب أنا عرفت منين إنها نعت؟ لأن أول حاجة هلاقيها إنها بتصف يا أبنائي. هلاقي إن العظيم دي بتصف كلمة إيه؟ الكون. الكون قد أصفه بأنه عظيم. يبقى الكون العظيم. الكون دي مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ووصفته بأنه إيه يا أولاد؟ وصفته بأنه عظيم. الكون العظيم. فكلمة الكون مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة وهو منعوت، وأما كلمة العظيم فالعظيم دي هلاقيها نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب هنا نعت يا مارولا تابع منعوته في ايه؟ اتبع منعوته في ايه؟ النعت اتبع منعوته في ايه؟ فهنا بيقول لي نلاحظ ان النعت يطابق منعوته في ايه؟ النعت بيطابق المنعوت في ايه؟
يطبقوا في التعريف. شايفين الكون اهي معرفة، العظيم معرفة ايضا، الكون معرفة بألف ولام والعظيم معرفة بألف ولام. كلمة الكون هلاقيها مذكرة لاني اقدر اقول هذا كون، وايضا كلمة العظيم هلاقيها مذكرة. يبقى هنا الاثنين تطبقوا في التعريف اهو، الاثنين معرفة والاثنين مذكر يا اولاد. كمان هيتطبقوا في حاجة تاني، هيتطبقوا في ايه؟ هيتطبقوا في الرفع. ازاي يا مستر؟ هقول لك بص معايا، ادي ضمه اهي، الكون العظيم. يبقى تطبقوا في ايه؟ الكون هنا مرفوعه والعظيم برضو مرفوعه. تطبقوا ايضا في الافراد. ازاي تطبقوا ايضا في الافراد يا اولاد؟ لو بصينا هنلاقي كلمه الكون هنا اسمه مفرد، العظيم ايضا اسم ايه؟ اسمه مفرد. يبقى هنا النعت، كلمة العظيم نعت وتصف مين؟ كلمة العظيم نعت وتصف الكون. وهنا تطابق النعت ومنعوته في كم حاجة؟ في أربع حاجات: تطابقه في التعريف، تطابقه في التذكير، تطابقه في الرفع، تطابقه في الأفراد. اقرأ وتأمل. تعالوا نشوف المثال الثاني. أحمد سامح وعليكم السلام. عمر نبيل أهلا وسهلا بيك. فضل الله تعالى الإنسان باللسان الناطق. بيقول لك كلمة اللسان، شايفين كلمة اللسان دي يا أولاد؟ أهي كلمة اللسان دي إعرابها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ماشي، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة عشان سبقها، حرف جر. طيب هلاحظ إن اللسان معرفة والناطق معرفة. لاحظ ان كلمة الناطق هذه نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب هنلاحظ ان النعت يطابق المنعوت في التعريف. هلاحظ ان كلمة اللسان هنا معرفة بالالف واللام اهي، الناطق ايضا معرفة بالالف واللام. تاني حاجة تطابقه في التذكير، كلمة اللسان يا اولاد مذكر، هذا لسان، كلمة الناطق ايضا مذكرة. تطابقه في الجر، الاثنين مجرورين اهي. تطابقوا في الافراد، الاثنين اسماء مفرد. يبقى انا عندي يا اولاد كلمه الناطق طابقت المنعوت وهو اللسان، طابقتها في كم وجه؟ اربعه. وطالما النعت طابق المنعوت في اربع اوجه فهو نعت. المثال الثالث: كرم المدير التلميذ المتفوق. هنلاحظ كلمة التلميذ هنا يا شباب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ممتازة يا مارولا. كرم المدير التلميذ المتفوق. هلاحظ كلمة التلميذ هنا إعرابها إيه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو منعوت. المتفوق هذه تصف التلميذ، فكلمة التلميذ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو منعوت. المتفوق نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لاحظ أن النعت يطابق منعوته في، النعت يطابق المنعوت فين؟ هنا النعت والمنعوت. النعت طابق المنعوت في التعريف، النعت أيضا طابق المنعوت في التذكير، الاثنين مذكر يا شباب. النعت طابق المنعوت في النصب، النعت طابق المنعوت في الإفراد، الاثنين أسماء مفردة. يحرص التلميذ المجتهد على التفوق. نلاحظ هنا كلمة التلميذ، هتعالوا بينا نلاحظ كلمة التلميذ، هنلاقيها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أعربنا المنعوت حسب موقعه أهو يا أولاد. هنقول وهو منعوت، تلميذ فاعل وهو منعوت لأن جاي بعديه نعت. كلمة المجتهد إعرابها نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب هنا مين يقدر يقول لي النعت طبق المنعوت فيه يا شباب؟ هنلاحظ إن النعت طبق منعوته في التعريف يا شباب، في التذكير، في الرفع، في الإفراد. الاثنين معرفة، الاثنين مذكرين، الاثنين مرفوعين، الاثنين أسماء مفردة. تعالوا بينا نستنتج القاعدة. النعت، النعت ده يا أولاد تابع. يبقى عرفنا معنى تابع أنه يتبع المنعوت في الرفع والنصب والجر، فهو تابع يذكر بعد المنعوت.
ليبين صفة من صفاته. يبقى النعت ده يا ولاد تابع بيذكره بعد المنعوت علشان يبين صفة من صفاته. يتبعه في الإعراب. يبقى معنى يتبعه في الإعراب هنا هاخد بالي إن هو جاية من كلمة إيه؟ تابع. ويتبعه في الإعراب مرفوع أو منصوب أو مجرور. يتبعه أيضا في التعريف والتنكير، سواء كان معرفة ومعرفة أو نكرة ونكرة. أيضا يتبعه في النوع سواء كان مذكر أو مؤنث، إذا كان المنعوت مذكر فيجب أن يكون النعت مذكر، إذا كان المنعوت مؤنث يجب أن يكون النعت مؤنث. يتبعه في العدد مفرد ومثنى وجمع، إذا كان المنعوت مفرد يبقى النعت مفرد، إذا كان المنعوت مثنى يبقى النعت مثنى، وإذا كان المنعوت جمع يبقى النعت جمع. في سؤال حد بيقول لي، مين؟ أحمد سامح بيقول لي كيف أفرق بين النعت والحال؟ الحصة اللي جاية إن شاء الله يا أحمد هنفرق بين إيه؟ النعت والحال يعني. تعالوا شوف النموذج الإعرابي ده. هنا بيقول لي إعرب ما تحت خط. مطلوب مني إن أنا أعرب الكلمات اللي تحتها خط دي يا أولاد. الطالب المتفوق محبوب. الطالب المتفوق محبوب. الطالب دي مين يقدر يقول لي إعرابها يا شباب؟ اكتبوا لي كده. ممتازة يا مارولا. مارولا كتبت طالب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، بس لازم يا مارولا أقول وهو منعوت. طيب ما إعراب المتفوق يا شباب؟ إعراب كلمة المتفوق، اللي يعرف إعراب كلمة المتفوق وأوجه المطابقة كمان بين النعت ومنعوته. أنا عايز إعراب كلمة المتفوق وفيما طابق النعت منعوته. إعراب الطالب يا شباب هتبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة، وفي النهاية بقول إيه؟ وهو منعوت. طالب هتبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهتبقى إيه؟ هتبقى وهو منعوت. لازم أوضح إن هو منعوت. عمر نبيل بقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو منعوت. أحمد ممدوح راجع إجابتك. أما إعراب المتفوق يا أولاد هتبقى إيه؟ نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إعراب الطالب مرة أخرى. الطالب دي يا أولاد هتبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هنقول وهو منعوت. أما المتفوق هتبقى نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تعالوا نشوف رأيت جنديين شجاعين. رأيت جنديين شجاعين. مين هيعرب لي جنديين ومين هيعرب لي شجاعين؟ أنا هعرب كلمة جنديين يا شباب. جنديين يكون إعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وهو منعوت. أما شجاعين سيكون إعرابها نعت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. تاني جنديين هنا هيبقى إعرابها يا شباب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وهو منعوت. شجاعين نعت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ممتازة يا مارولا، دايما إجاباتك سريعة. أحمد ممدوح جنديين هتبقى مفعول به منصوب بالياء. عمر نبيل أنا عايز إعراب جنديين. جانا أنت كتبت الإجابة وحصل فيها غلط. يا عمر تاء تاء الفاعل رأيت. النموذج الثالث يا أولاد. مر المهندس على العاملين المخلصين. مر المهندس على العاملين المخلصين. مين هيعرب لي العاملين ومين هيعرب لي المخلصين؟ فجنى قالت العاملين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. العاملين اسم مجرور وعلامة جره الياء ولأنه جمع مذكر سالم. المخلصين اسم مجرور نعت مجرور وعلامة جره الياء. عندنا بعض الملاحظات المهمة يا شباب. أول ملحوظة، النعت يتبع المنعوت في الإعراب وليس علامة الإعراب. النعت يتبعه في الإعراب، يعني إن كان مرفوعا فهو مرفوع، وإن كان منصوبا فهو منصوب، وإن كان مجرورا فهو مجرور. لكن قد يجر كل من النعت والمنعوت بعلامته، أو ينصب بعلامته أو يرفع بعلامته. مثال العمال
هلاحظ ان انا عندي العمال دي يا اولاد لجمع تكسير مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه وهو منعوت، المصريون نعت مرفوع وعلامه رفعه الواو. تعالوا بينا نشوف كلمه العمال مبتدا مرفوع وعلامه رفعه ايه؟ الضمه وهو المنعوت، المصريون نعت مرفوع وعلامه رفعه الواو. ليه؟ لانه جمع مذكر سالم يا اولاد. الحظه الثانيه يا شباب، الجمع غير العاقل يعامل معامله المفرده المؤنثه. جمع غير العاقل بيعامل معامله المفرده المؤنثه زي ايه؟ الجبال العاليه. هلاحظ ان كلمه الجبال دي جمع، اما كلمه العاليه دلت على مفرد، يعني كلمه الجبال دي مالها؟ دي جمع. النعت بتاعها احنا بنقول النعت يطابق منعوته الا اذا كان المنعوت غير عاقل، يجوز ان انا نعته بالمفرد. كلمه الاشجار، هلاحظ ان كلمه الاشجار هنا يا اولاد جمع. المثمره هلاقيها انها مفرد، يبقى انا عندي النعت لازم يطابق منعوته، ايوه الا اذا كان المنعوت جمع غير عاقل. الشواطئ دي يا اولاد، كلمه الشواطئ دي جمع، كلمه الجميله دي ايه؟ مفرد. يبقى النعت يطابق منعوته الا اذا كان المنعوت ماله يا شباب؟ عمار هشرح الفرق بين النعت والحال الحصه اللي جايه ان شاء الله. الجبال العاليه، الجبال دي جمع والعاليه دي مفرد. الاشجار دي جمع والمثمره دي مفرد. الشواطئ جمع والجميله مفرد. اذا كان المنعوت جمع غير عاقل يا شباب يجوز ان انا نعته بالمفرد. هنا عندي سؤال، مين هيجاوبه؟ استخرج النعت من الجمل الاتيه، فتحت ابواب المعرفه لعالم المجهول. هنا هنلاقي ان النعت عندي كلمه ايه يا شباب؟ كلمه المجهول. ليه؟ لانها وصفت ايه؟ العالم. زال جزء كبير من هذا الغموض. اين النعت؟ كلمه الكبير ام كلمه الغموض؟ ممتازه يا جنى، وقالت كلمه كبير. المثال الثالث، يفحص الباحثون الاعماق المختلفه. فين المنعوت وفين النعت يا شباب؟ عندي النعت هو كلمة المختلفة. مثال رقم 4، رسموا خرائط دقيقة. ممتازة يا مارولا، فالنعت هنا كلمة دقيقة. شكرا لكم، وكان معكم الأستاذ أحمد محمد عزت معلم اللغة العربية بمدارس النيل المصرية.